في مشهد مثير للرعب ومن قلب بركة من الماء، كان عدد من الغزلان يرتشفون الماء، وفجأة دون سابق إنذار تظهر أفعى البايثون من قلب الماء لتلتهم أحدهم. ما من أحد يستطيع الهروب من البايثون، فهي واحدة من أخطر وأقوى الأفاعي حول العالم، وذلك لتمتعها بقوة عضلات لا تصدق، حيث أنها تستطيع تكسير العظام بمنتهى السهولة، وحيث تهجم أفعى البايثون لا ترحم ضحيتها أبدا، خصوصا عندما تكون شائعة، ويستغرق ابتلاع الغزالة ساعات طويلة، وهضمه قد يستغرق أسابيع، ولكن لن تحتاج الأفعى إلى الطعام بعد هذه الوجبة الدسمة لفترة أشهر أو حتى سنة. قد تبقى أفعى البايثون أسابيع أو أشهر أو حتى سنة كاملة دون الطعام، وذلك يعتمد على حجم الفريسة الأخيرة لها. عادة ما تلبث البايثون مكانها بانتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على فريستها، وبذلك تكون قد وفرت الطاقة والجهد على نفسها. في مشهد آخر يظهر فريسة أخرى وضحية جديدة، فبينما كانت عدد من الدجاجات في مكانها الخاص، تسللت أفعى البايثون دون إصدار أي صوت يظهر وجودها، راصدة ومحتارة من ستكون ضحيتها الجديدة، إلا أنها انقضت على واحدة من الدجاجات بسرعة كبيرة دون رحمة، أمسكت بها وبدأت بالضم والضغط على جسم فريستها حتى الخنق وتفتيت عظمها لتنفجر بالنهاية عروقها وتصبح بلا روح وبلا جسد في فم البايثون. من خلال هذا المشهد لاحظنا أن أفعى البايثون ضخمة الحجم ولديها رأس حادة مثلثة أيضا وأسنان مقوسة للوراء والتي تستخدمها للافتراس. تلتهم فريستها بادئة بالرأس وتحتاج إلى إخراج أنبوب التنفس الخاص بها للخارج حتى لا تختلق وهي تبتلع فرائسها. وبالانتقال إلى فريسة أخرى للبايثون، أظهر مشهد جديد كيف لغدت أفعى البايثون خنزيرا بريا بينما كان موجودا في الغابات، انقضت عليه من بين الأعشاب دون أن يلاحظ وجودها، وكما عادتها تمكنت منه وافترسته دون رحمة. فثعبان البايثون ليس من الثعابين السامة، لكنه يعد الكمائن لاصطياد فريسته، مثل بقائه تحت الماء وظهور طرف صغير جدا لاستدراج الفريسة. بعد أن تقع الفريسة بين أسنانه فإنه لا يطوقها بجسده فقط، بل يضغط على الضلوع حتى لا تستطيع الضحية التنفس. يقوم ثعبان البايثون بفتح فمه لبلعها من الرأس أولا، ثم يرتاح في مكان دافئ حتى يقوم بالهضم. وفي مشهدنا الأخير نظهر لكم لقطات حول انقضاض أفعى البايثون على عدد من البطاط التي كانت تسبح في البحيرة. فمعظم أنواع البايثون يستطيعون السباحة، بينما بعضهم يستطيع التعلق من على فروع الأشجار، وذلك باستخدام ذيلهم الطويل. لم يجد هذا الثعبان الضخم مشكلة في اصطياد البطة، بدا ضاغطا على فريسته باستخدام عضلات بطنه وخنق البطة حتى الموت. بعد ذلك بدأ في بلعها والتهامها بالكامل. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا الإعجاب والمشاركة
ليصلكم كل جديد. دمتم بخير.